الحاجة الحمدوية واسمها الحقيقي هو الحجاجية الحمدوية، ويقال أنه نسبة لمنطقة سيدي حجاج. تزات الحاجة الحمدوية في الدار البيضاء في عام 1930 في درب السلطان. هي مغنية مشهورة في فن العيطة، عشقت هذا الفن وهي صغيرة، واللي ساعدها على ذلك هو الأب ديالها اللي كان عاشق لهذا الفن، ومنه ورثات حب الفن العيطة وقدرت تميز بلمسة خاصة في هذا الفن. مسار الحاجة الحمدوية مليء بزاف ديال الأحداث والعقبات. تزوجات وهي في عمر صغير بزاف، لكن من بعد طلقات وهي عندها ولد وهو ولدها الوحيد. دخلت في البداية العالم المسرح مع فرقة الفنان بوشعيب البيضاوي، وفي أدوارها المسرحية اللي كانت كتغني فيهم اكتشف بوشعيب البيضاوي الموهبة ديالها في الغناء وصوتها المميز، وبدات طريق جديد، ومن المسرح انتقلت لعالم الغناء وبدات مسيرة طويلة من فن العيطة. الحاجة الحمدوية بدأت مسيرتها في فترة الاستعمار، هذا الشيء كيعني أنها واجهت مشاكل وعراقيل كثيرة، فمن بعد كل أغنية كانت كتخرجها كان كيجيها استدعاء من عند المستعمر وكيتم استنطاقها باش تشرح معاني الكلمات، والهدف المقصود منهم خوفا من أنه تكون هناك تلميحات ضد المستعمر، وهذا ما حدث فعلا. فمن بعد واحد الأغنية ديالها اللي انتشرت بالمغاربة تم سجل الحجة الحمدوية وعاشت العذاب مع المستعمر، بسبب أن الأغنية تم فهمها على أنها تلميح ضد بن عرفة. كانت الحجة الحمدوية وكل الفنانين كيتعرضوا للكثير من المضايقات والتعذيب. من بعد الاستقلال بدأ مسار جديد ديال الحجة الحمدوية، وتشهرت بغنائها في القصر الملكي بحيث غنت في عهد الملوك الثلاثة محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، وغنت كذلك في حفلات شخصيات كبيرة في الدولة. زيادة على ذلك فهي شاركت في إحياء حفل الزفاف ديال الملك محمد السادس وكذلك حفل زفاف الأمير مولاي رشيد. جمال أغانيها خلى الكثير من المغنيين الشباب يقرروا يعودوهم بطريقتهم العصرية، منهم مريم فارس اللي تلاقت بالحجة الحمدوية وعطتها الموافقة بإعادة غناء واحدة من أغانيها. أما فيما يخص الاعتزال فالحجة الحمدوية رفضت الاعتزال وبقت متشبتة بفن العيطة حتى غلبها المرض، ومن بعد صراع مع المرض غادرت الحجة الحمدوية إلى دار البقاء يوم 5 أبريل 2021 تاركة مسار فني كبير. إنا لله وإنا إليه راجعون.